لكجري دوبلكس للبيع وجاهز للسكن بالمونتيفيردي تحديدا ستريت نمبر 2 منطقه امنه وفخمه بمحيط شجر وفيو 360 درجه. مؤلف البناية من 4 طوابق ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من 400 متر مربع روف وطابق سامبلكس 200 متر مربع. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين مستقلين أو دوبلكس واحد 600 متر مربع مع أكسس من الإليفيتور للطابقين. تابع لإلو تيراس 120 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف عفيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 6 بدرومز 2 منهم ماستر موزعين 3 بكل قسم بالإضافة ل 6 باثرومز. هاي أند فينيشينج بالداخل، رخام وسانيتري أوروبية. بنية جديدة وفخمة بمنطقة المونتيفيردي بشارع سكني كله فيلال، دوبلكس 600 متر مربع ممكن فصله لشقتين مستقلين، تابع له 2 باركينج وكاف. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24 على 24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. جاردن سيتي مشروع سكني بمنطقة الجناح دير حسن على مسافة قريبة من المراكز التجارية ببيروت ومن المطار. مؤلف من 13 بلوك بمحيط كله خضر وشجر. مساحات الأبارتمنت تتراوح بين 160 متر مربع سامبلكس وصولاً لل 507 دوبلكس مع فيو كاشف على المدينة. 30% من المشروع للبيع وجاهز للسكن. كل بلوك عنده مدخل خاص، سيكوريتي مأمنة، برايفت جنريتور وخدمات عديدة. أما المميز بجاردن سيتي وجود مول تجاري إلى جانب المشروع مع برايفت أكسس لجميع السكان. جاردن سيتي مشروع سكني متكامل بالخدمات المأمنة فيه والمواصفات العالية بالعمار يلي بيتمتع فيها. ستارتنج برايس 2500 دولار بالمتر.